أخبار اليوم. بين أبناء جيله من الشباب استطاع أن يمثل طبقة شعبية من قلب المجتمع المصري، ورغم اختلاف البعض عليه واتفاق البعض الآخر إلا أنه اعتبر ذلك يعد مؤشرا لنجاحه. وفي هذه المرة استطاع أن يتمرد على شخصيات فنية قدمها في أعماله الدرامية مثل عبد موتة، الألماني، قلب الأسد، حبيشة. تلك الأدوار التي أصبحت نموذج يقلده أبناء الطبقات الشعبية ليثير بذلك حالة من الجدل بين الناس. وبفترته حاول تصحيح مساره السينمائي بأن يقدم نقلة جديدة ونوعية بعدما فقد من يجده ليوجه له النصيحة على حد قوله. ورهن في هذه المرة بتجسيد شخصية ضابط الشرطة عمر النموذج الإيجابي في المجتمع والباحث عن الحق لتحقيق العدالة. إنه النجم محمد رمضان بلوكه الجديد في فيلمه شد أجزاء، حيث أصبح يمضي عددا من الساعات الطويلة داخل بلاتو تصوير وسط ضغط نفسي وإجهاد عصبي وقلة نوم. تحدث إلينا رمضان عن فيلمه الجديد والسر في غيابه عن شاشة الدراما هذا العام، وحلمه بتجسيد شخصيتين بلال مؤذن الرسول وأحمص طارد الهكسوس. كما حدثنا أيضا عن عدم رغبته بدخول أبنائه مجال الوسط الفني. هذا وأشياء أخرى كثيرة استعرضناها معه في حوارنا التاني. مرحبا بك يا محمد، بنقول لك دايما نجم ومتفوق ومتميز دايما في ادوارك. الله يخليك يا رب. شد اجزاء مرحله جديده ونقله جديده بالنسبه لخطواتك الفنيه، اتكلمنا عنها. يعني هي بتبقى طبعا الواحد يعني اي ممثل في بدايه حياته ما بيبقاش عنده حريه الاختيار قوي، او بيبقى محطوط تحت ضغوط ما ان هو ما ينفعش مثلا، يعني لازم العمل بيبقى بميزانيه محدده لان المنتج ما بيبقاش عارف مدى نجاح هذا النجم او افلامه بتجيب قد ايه، فبناء عليها هيصرف قد ايه على الفيلم. الحمد لله بحمد ربنا واشكر فضله ان الافلام اللي في الاول خالص اللي بتبقى اصعب مرحله في حياه الممثل لقت نجاح كويس جدا، ولولا هذه الافلام، لولا ان انا النهارده بعمل فيلم اسمه شد اجزاء بظروف كويسه جدا على المستوى الانتاجي، فريق عمل متكامل من مهندس ديكور كبير جدا اسمه فوزي العوامري، المدير تصوير موهوب وليه اسمه في السوق اسمه اسلام عبد السميع، المخرج موهوب جدا حسين المنباوي، مؤلف ما شاء الله عليه كل الناس بتشهد له محمد سليمان، وفريق العمل كله يعني زي ما بيقول كده هتلر في مقولة عظيمة ان تكون فردا في جماعة الاسود افضل من ان تكون قائدا للنعام. انا احب ان انا اكون فرد في جماعه اسود افضل من ان انا اكون سوبر ستار بس على فريق عمل او ابقى قائد لفريق عمل ضعيف. فانا مؤمن بده جدا، احنا لعبه جماعيه مش لعبه فرديه خالص. يعني لو فريق العمل ضعيف محمد رمضان هيبان ضعيف جدا زي زمان، يعني احنا ام كلثوم هي ام كلثوم مش بصوتها بس، لا ام كلثوم باحمد رامي بمحمد عبد الوهاب بالاصابجي بالمنظومه المتكامله. فالحمد لله يمكن ده اول عمل بجد المنظومه تبقى متكامله فيه. عمر ضابط الشرطه اللي بيبحث عن القتله او بناءه المطاردات، كلمنا عن شخصيه عمر ضابط الشرطه اللي انت بتكتبها. والله انا عامل شخصيه ضابط شرطه نقيب، ضابط شاب صغير، وهو ضابط يعني الذي ينبغي ان يكون النموذج الإيجابي بالظبط، أخلاق، نجح في شغله، مش مستغل سلطته بشكل خاطئ إن هو مثلا يرسم على الناس في الشارع أو يحسسهم إن هو ذو منصب أو ذو مكانة. راجل بسيط جدا بيحترم شغله، صغر سنه مخليه شوية في صفات سلبية، لا فكرة العفوية، يعني متهور سنة، عنده أسرة بسيطة جدا، ومبينين جانب اجتماعي في حياة ضابط الشرطة ان ضابط الشرطة ده راجل بينتمي للطبقة المتوسطة، يعني راجل الراتب بتاعه مش راتب كبير قوي. فاحنا مبينين هذا الجانب ان مثلا مراته صحفية بتساعده في المعيشة، هو عنده تفاهم لده بيحترمها جدا وبيحترم شغل المرأة، متفتح، عنده أسرة هي دي كل حياته، وبيحصل له دروب ما
مش عايز احرق الفيلم يعني. الاكشن والمطاردات مش جديد عليك. بتميزها في ايه في العمل ده يعني؟ الاكشن اللي انت بتستعمله في الفيلم ده؟ الاكشن محتاج انتاج في مش شرط في الماتيريال يعني، في العربيه مثلا تنفجر او في ضرب نار او لا، هو الاكشن يعني ان المنتج يدينا مساحات كافيه في الوقت، مثلا يدي المخرج امكانياته انه يبقى عنده كاميرتين فيعرف يصور كذا زاويه، لان الاكشن بيعتمد على شطات كتير يعني، مثلا نطه بتتاخد من كذا زاويه، فلو ما عندوش الامكانيات وما عندوش الوقت الكافي فياخد النطه دي وان شوت، فمش هيبان العمل الاكشن القوي. هو العمل بيختلف عن الاعمال الاكشن اللي قبل كده، ده اكشن بروفيشنال اكتر. ممكن ما تستعينش بدوبلير ولا بتحاول انت المشاهد يعني بتجسدها ازاي بقى اللي فيها مثلا صعوبات او ريسك او مخاطره؟ لا انا ضد فكره الدوبلير تماما. يعني ادم ربنا عز وجل مديني الصحه فاستخدمها في شغلي يعني، مفيش ما عنديش شغلانه تانية استخدم فيها صحتي غير شغلي. وانا لو شاف ان في مشهد انا شاف ان انا مش عارف اعمله اكيد طبعا هقول الحمد لله. حتى الان عمري ما قابلت مشهد انا حاسس ان ما اقدرش انفذه يعني. العمل مع الحاج السكي يعني بقى تيمة تعاون بينكم؟ طبعا طبعا في تفاهم، برتاح له جدا في الشغل الحاج احمد السكي. راجل محب لشغله، راجل محب للسينما عموما. ان معلش في الكلمه يعني منتجين كتير جدا في ظل الازمه اللي مرت بيها مصر والاقتصاد المصري والسينما المصريه هربوا وخافوا على فلوسهم رغم ان لحم كتافهم من فلوس السينما. الراجل ده من الناس القلائل، مش بقول الوحيد ولكن من القلائل اللي وقفوا جنب السينما في وقت هي كانت فعلا محتاجه فيه المنتجين يضخوا ويعملوا افلام سنه 2000 تحديدا 2010 2000 2011 2010 2011 2012 دول كانوا اخطر، و2013 كمان سنه اعتصام رابعه والنهضه والحاجات دي. فالاربع سنين دول اكتر فتره حد انتج فيها في مصر كان احمد السبكي. البوستر بتاعك كان مفاجأة لبعض الجماهير بتاعتك ومحبينك، بس البعض حس من الشخصية ان انت ممكن بتشبه الافيشات اللي عملوها النجوم العالميين، فانت ترد على ايه؟ تقول على الناس اللي بتشبه البوستر بتاعك بال؟ هقول لهم ده في حد ذاته نجاح، لان دول الناس دول رقم واحد في صناعة السينما، ويشرف اي ممثل التشبيه بالتشبيه بوستر فيلمه البوستر افلام يعني افلام عالميه وافلام امريكاني، هي رقم واحد في الصناعه. ولكن انا ما يعني احنا ما افتعلناش حاجه. السلاح اللي انا ماسكه في الافيش بستخدمه في الفيلم، اللبس اللي لابسه في الافيش لابسه في الفيلم. النضاره بس يمكن عشان ده تيزر يعني، انا حبيت التيزر الاولاني عيني ما تبانش خالص عشان في بوستر تاني اللي هو البوستر الرئيسي اللي هو البوستر الجماعي، فيبقى حبيت ان الاولاني ده يبقى اكثر غموض، بس مبين ان في بوليس، فالراجل ده ضابط شرطه، مبين انه فيلم ناشف يعني، البوستر فيه غموض، فيه يعني يوحي ان ده فيلم اكشن. في رياضة معينة محمد انت كنت بتتمرن عليها وبتزولها عشان الاكشن والمطاردات والحاجات دي؟ ما مارستهاش كتير بصراحة، بس الباركور. كلمنا بقى عن دي رياضة. هي زي الصعقة بالظبط يعني، هي فكرة ان انت في القفازات وبيستخدموها في عمليات الخاصة. اللي هي القفازات بتبقى متعلم تنزل ازاي، ما تنزلش مثلا بكعب رجلك. لان لو نزلت بكعب رجلك الصدمة يعني ممكن تسمع في الركبة وتسمع في تكسر كذا حاجة في الرجل. فلا ازاي تنزل بمشط رجلك عشان القفزة يعني رجلك تمتصها بالظبط. هي بس حاجات بسيطة، تفاصيل بسيطة بس بتبقى حلوة في الاكشن. فكرة يا محمد ان انت بتجسد دور ضابط شرطة ده كانت بالنسبة لك انت كنت عايز تغير من جلدك، ولا المطالبة الناس هي اللي بقت عمالة تقول محمد عايزينه يخرج من نطاق الرجل الشعبي البلطجي اللي دايما بعض الناس كانت بتنتقد؟ يعني انا اقول لك الاغلبية طبعا بيبقى بيحبوا اعمالك وليك جماهير معينة بتحبك، بس في ناس كانت بتنتقد فيك الادوار دي، هل انت جالك فكرة التغيير او جلدك ده هل كان عايز انت تغير، ولا كان الجمهور انت المطالبات الكتير عم يقولك عايزين نشوفك ادوار تانية نماذج اخرى؟ والله الاثنين يعني. هو احنا الجمهور طبعا ما بيحبش فكرة التكرار كتير يعني، احنا جمهورنا بيزهق بسرعة جدا، وانا بشوف ان هي دي صعوبة الممثل، ان هو الممثل لازم زي ما بيقول يوجين اونيل كده، الممثل كالحرباء
يعني لازم يتلون طول الوقت على الحالة المزاجية بتاعت الجمهور. احنا النهاردة جمهورنا ساعات بيبقى معلش بيبقى بيحب رئيس جمهورية يعني بتوصل لكده، وبعد سنة ما بيحبش نفس الشخص، ويبقى امبارح كان بيحب أكلة النهاردة ما بيحبهاش. فأنا كممثل أنا دوري طول الوقت على الحالة المزاجية بتاعت الجمهور ده. أنا طول الوقت لازم أبقى بتطور معاه، ما بستناش لما يقول عليا قديم، يعني لا انا طول الوقت بتطور قبله كمان، احس انه رايح كده فبروح يروح يلاقيني اصلا. محمد، يمكن انت فتره بسيطه بشغلك واجتهادك على نفسك بقيت نجم من نجوم جيلك، هل اختياراتك بتبقى مبنيه على ايه ونجاحك ده بترجع لايه؟ بتوفيق ربنا اولا، ثم الاجتهاد على سيكولوجيه المشاهد. يعني زي الطباخ اللي الشاطر او المجتهد او الدؤوب اللي مثلا هيطبخ طبخه لمجموعه معينه، فبيحاول يتطقس كده يعرف الناس دي بتحب ايه، فيطبخ لهم طبخه، فايه ده يقول والله ده انا اصلا بحب الطبخه دي جدا. مش فكره ان انا اعمل اللي انا عايزه، لا دي حاجه غلط خالص. فكره ان الممثل يمثل الحاجه اللي هو حابب يمثلها، ومش فارق معاه الجمهور هيستقبلها او الجمهور عايز يشوفها او لا. لا انا طول الوقت انا راجل خادم لجمهوري، بفني لجمهوري. انا عارف ان جمهوري، وشفت مثلا نوعيه الافلام اللي انا عملتها اللي فاتت عجبت بعض الناس طبعا، وبعض الناس ما عجبتهمش واثرت سلبا في بعض الناس، وبعض الناس كانوا اكثر نضجا وما اثرتش فيهم سلبا ولا حاجه. بس شفت الموضوع فحسيت ان لا، انسب وقت دلوقتي ان انا اطلع من المنطقه دي خالص، عشان الناس اللي تأثروا سلبا أأثر فيهم إيجابا. لأن الفكرة أن أنت أدام قدرت أنك تأثر سلبي، إذن أنت تقدر تأثر إيجابي. وده اللي أنا كنت بزعل من إعلامنا فيه، أن محمد رمضان بيدمر جيل، محمد رمضان بيأثر سلبا. ما جاش قال لي أنت على فكرة أنت أثرت سلبي، ما تيجي بقى. ما حدش نصحني بده. إحنا بنحب الجنازة ونشبع فيه. يعني ما نحبش حتى لو أنا شايف أن نصيحتي دي هتفرق معاك ما نصحكش، لا استناك لما تغلط عشان أنقذك. عمري ما رحت قعدت في برنامج ومثلا إعلامي لقيته بينصحني، لا ده كأنه قاعد أصلا مستنيك تغلط، فاهم؟ ودي حاجة غلط، يعني دي حاجه في حد ذاتها مش صح. هي فعلا يا محمد اتجهت الموجه دي لما قالوا لك كده، لانه لقوا الشباب الطبقات الشعبيه بتخرج تبقى عامله نفس قصتك في الافلام، تاثروا بيها الشكل اللي ماشي. نبص للجزء المليان من الكوبايه، وما نبصش للجزء الفاضي. يعني بص ان الراجل ده قدر انه ياثر، الراجل ده قدر انه يخلي فئه ما بتسمعش لحد خالص تسمعه. مش هما بيعملوا العلاج من نفس الفيروس؟ انتبيوتك بيعالج تعالوا بقى هاتوا ده. ومحدش نصحني بده، الحمد لله. ده يعني بفضل ربنا عز وجل اولا، ثم تفكيري انا، انما محدش نصحني ان انا لا انا لوحدي هعمل لوحدي. لما جالي الفرصه ان انا اختار عمل وعندي كامل يعني الحريه، اخترت ابن حلال. عمل الحمد لله ما كانش فيه اي حاجه تأثر سلبا في حد، ولا كان في اي حاجه. وتعاطفت الناس مع شخصيتك بالظبط. اول عمل سينما اختاره كان اسمه شد اجزاء، اللي انا بصوره دلوقتي. الناس برضه هتدخل تتفرج، هيبقوا فخورين جدا. الحمد لله الممثلين اللي انا معاهم في الفيلم، الناس ما بتشتغلش في اي حاجه، الناس بيهمها جدا ان الورق يبقى محترم، زي ياسر جلال، اياد نصار، تايسون، يعني نسرين امين ممثله نجمه صاعده مهمه جدا. كل الممثلين في الفيلم الحمد لله ناس قرت واتبسطت وفخورين بالموضوع، وحسوا ان ده اضافه ليهم واضافه لمحمد رمضان، وحابين ان احنا نبقى محمد رمضان في النقله اللي هو بيعملها دي. فدي حاجه جميله جدا. اختيارك للشخصيات بيبقى مبني على يعني اللي هي بتبقى انت مقتنع بالشخصيه، ولا تاثيرها في الدور، ولا قيمتها؟ الثلاثه يعني حجمها. الثلاثه المنظومه يعني من كل الاتجاهات لازم الموضوع يبقى صائب. يعني يهمني جدا قيمة الموضوع، يهمني جدا مدى تأثيره على الناس، يهمني جدا انه يبقى بيمس الناس. يعني انا مثلا كنت بدأت احضر في فيلم قبل شد اجزاء، كان ضابط عمليات خاصة، فانا وانا بذاكر كده لقيت ان ضابط العمليات الخاصة ده ملوش اي احتكاك بالشارع خالص. يعني الجمهور العادي اللي في الشارع ما يعرفش ضابط العمليات الخاصة ده، مقفول عليه في معسكر دايما في الصحراء وما بيحتكش بالناس. طب انا عايز شخصيه تكون اقرب للناس، فلقيته انه ضابط المباحث، ان الاي كلاس بيقابله في كمين،
السي كلاس بيقابله مثلا في اي مكان، اي حد في العالم بيقابله وراح يطلع بطاقه، بيقابله في اسم، بيقابله في الشارع، بيقابله في بيلاقي صاحبه، بيقابله في كافيه، بيقابله. فلقيت انها شخصيه برضو من الناس وتمس الناس، لان الممثل فرد بيمثل فئه، فانا يهمني الفئه اللي انا امثلها دي تكون بقيت الفئات على درايه بيها او على علم بيها او بتحتك بيها عشان يعرفوا يحكموا علي انا مثلتها صح ولا غلط. تعتبر لي نفسك يا محمد من اخطر الفنانين دايما المأمولين انت لهم الاسبوت، يعني دايما بتبقى بتنتقد في ناس، حتى بشوف ردودك على الفيسبوك بتبقى اكثر تهذيبا مع حتى اللي بينتقدوك، او حتى ممكن بيبقوا بيتكلموا بعبارات ممكن تكون خارجه، بس انت بتتعامل بشكل موازي معاهم. فليه انت من اخطر الفنانين بيبقوا يعني بتبقى ليه الناس حطاهم تحت الميكروسكوب بالنسبه لي؟ هل عشان نجاح؟ هل عشان متميز بين ابناء جيلك؟ والله ما مش عارف، بس يعني الحمد لله انا بحس ان ده مؤشر كويس. يعني لو كل الناس متفقين عليا احس ان انا فيها حاجه غلط، ولو كل الناس معترضين عليا برضو يبقى فيها حاجه غلط. انما هو البالانس ده ان يبقى في دول ودول، انا بحس ان انا ماشي صح. زي العربيه، يعني العربيه بيبقى مهم جدا، في انا بعتبر نفسي زي العربيه، بيهمني جدا وجود البنزين اللي هو الوقود بتاع اللي هو الناس اللي بتحبني، ويهمني جدا وجود الزيت اللي هو اعدائي اللي هو لازم يتحرق عشان انا امشي، عشان العربيه تمشي يعني. فده مهم، العربيه ما بتمشيش من غير زيت وبنزين يعني. فالانسان الناجح برضه ما بيمشيش من غير محبين وكارهين، لازم الاثنين، لازم الكارهين يتحرقوا في الموتور، ولازم المحبين يمولوك طول الوقت حب عشان تعرف تمشي. الشخصيه اللي بتفكر فيها برضو كتغيير جلدك، لان انت قلت عايز تغير بعد كده الناس ما تاخدكش في كلمه، ايه الشخصيه اللي ممكن بعد ضابط الشرطه ممكن محمد رمضان يفكر فيها؟ ده قدام شويه. اه بلال مؤذن الرسول، ده حلم حياتي. اه اشمعنى بلال؟ شخصيه جميله جدا ورحله كفاح، يعني بعيده عن طبعا عن قريبه منك. لا مش فكرة قريبة مني، شخصية عظيمة جدا ورحلة كفاح جميلة، يعني من قبل من وهو عبد لفترة تحرير ولفترة العزة اللي ربنا عزها له انه بقى من العشر المبشرين من الجنة يعني. فشخصية جميلة جدا ورحلة كفاح جميلة. وطبعا في شخصية أحمص، ده طارد الهكسوس. ده شخصية برضو، يعني زي ما بيقول برنارد شو كده، قبل ما تعرف انت عايز تبقى ايه اعرف انت مين. فانا يهمني جدا ان انا ان جيلي يعرف تاريخه كويس، يعني ان احنا نعرف امكانياتنا من خلال جدودنا. ان احمص ده هو احنا على فكره، ولكن احنا لو دورنا جوانا هنلاقي الاصرار بتاع احمص، هنلاقي المصابره، هنلاقي القوه، هنلاقي العزيمه، هنلاقي الصفات اللي مستخبيه جوانا. زعلان السنه دي مش هتبقى موجود في عمل درامي؟ لا لا خالص خالص والله، ده انا مبسوط جدا. عشان هتركز في الفيلم ولا مبسوط؟ عشان مفيش؟ لا لا شايفه مناسب للنجاح اللي انت حققته والله الاثنين، يعني ما لقيتش عمل مناسب، دي حاجه. الحاجه الثانيه حصل يعني مشاكل كده بين الشركتين الانتاج، كان سهل انها تتحل. ولكن انا فضلت ان انا ارجع العربين، وبالفعل رجعت عربون لشركه صادق الصباح، عربونين، كان عربون مسلسل وعربون فيلم، وعربون لشركه فيردي، الاثنين كانوا عاملين عشان بس طلع اشاعات بارقام غلط يعني. انا رجعت بالظبط للشركتين داخل نقابه المهن التمثيليه، تسلمهم استاذ محمد ابو داود واحمد صيام وسامي مغاوري 3,600,000 جنيه، كانوا العربونين بتوع صادق وفيردي. وتم تسليم العربين، بس عشان في ناس فاهمه ان انا العربون ما رجعش والكلام ده. محمد من حقق نجوميه بصراحه كبيره جدا، ده مش مجامله. ليه ما تستغلش نجوميتك ونجاحك ده وصولك لكل الناس المجتمع ان انت تبقى سفير ممثل، يعني زي السفراء الفنانين؟ تبقى سفير، لان انت عندك جماهيريه، ما تستغلش النجوميه دي اللي تبقى يعني رساله من فنك، تبقى فنان بيحبوه الناس. لا انا بمثل بس، يعني انا سفير من خلال الادوار اللي انا بعملها، انما غير كده ما بصراحه مش شاطر في اي حاجه تانية. رحم الله امرئ اعرف قدر نفسه، يعني انا عارف انا شاطر من خلال شغلي، يعني انا اعرف اتكلم بلسان محامي، بلسان اي شخصيه بمثلها، انما ما اعرفش اتكلم في المطلق بلسان حد تاني. طب طبيعتك وفطرتك دي بتسبب لك مشاكل، يعني انت معروف الوسط ان انت من الناس الطبيعيين جدا على طبيعتهم، تعاملات بجد، شايف ان دي ممكن بتكون مشكله في الوسط ولا يعني بتتصرف بتلقائيه فطري؟ لا مش بشوفها، بالعكس انا بشوف ان يعني النجاح والفشل دي حاجه بتاعت ربنا. انا بشوف العظمه
والحاجه العظيمه اللي ربنا اداها لنا اللي هي الفطره، ان انا نجحت فشلت انا زي ما انا. حتى معلش الكلمه الجميل في الموضوع، ان انا وانا ناجح الناس اللي حواليا ابقى عارف انهم حواليا عشان انا، عشان فطرتي وانا طبيعي كده. لا قدر الله النجاح ده ربنا زي ما ادهوني خده مثلا، الاقي اللي حواليا حواليا برضو، ان هم حابينك انت، ما لهمش علاقه بنجاح وما لهمش علاقه باي حاجه. الشخص اللي النجاح بيغيره ده انا احسه شخص ضعيف وبيظلم نفسه اكتر، يعني بيبقى عامل زي لابس بدله حديد وبيكبر جواها، يعني بيقفل على نفسه قوي ويعيش الدور قوي، والحياه ابسط من كده. والنهارده انت فوق الارض، بكره مش موجود خالص، فهتسيب سيره حلوه يا اما مش هتسيب سيره حلوه. هتسيب سيره حلوه تنفع ولادك وتنفع اهلك وتنفع، هتسيب سيره وحشه هتعود على كل اللي كانوا حواليك. دايما الفنان بيبقى انعكاس للواقع اللي بيعيشه المجتمع، الاحداث الارهابيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، شايف الفنان ممكن يكون ازاي دور مؤثر او فعال ان يعني يكون في الحق احداث اللي بنشهدها دي؟ شايف في عمل ممكن يجمعكم كلكم كنجوم جيلكم، او يبقى الفنانين المعروفين يعني تكون اي رساله انتم بتقدموها من خلال فنكم، خاصه ان انتم بتبقوا مسموعين؟ يعني ان احنا نختار مواضيع يعني مواضيع تناقش المشاكل اللي بتحصل بشكل غير مباشر، يعني مش ما انا ما اعرفش الصح فين والغلط فين، ما اتكلمش خالص، يعني انا امثل حاجه وانا متاكد منها. انما مثلا انا ضد فكره ال يعني في حاجات انا ما ببقاش معاها خالص، زي فكره اهانه الممثل او اهانه الفنان. الفنان ده حاجه مهمه جدا، زي مثلا في اوبريت او ما اعرفش اغنيه كده اتعملت مؤخرا، الفنانين انهم بيستقبلوا الخلايجة في بلدنا ونجمة بتبيع ورد في الشارع ومش عارف فيه، انا شايف ان دي اهانة لنا كلنا، يعني احنا اكبر من كده بكتير، والفنان ده حاجة مهمة جدا. يعني شوفي ويل سميث وقاعد مثلا قدام اوباما، اوباما بيبقى مقدره ازاي، لان اوباما عارف انه يقعد 4 سنين ويمشي، انما ده نجم طول العمر. ام كلثوم كذلك، شوف جمال عبد الناصر كان بيعمل هذه القامه ازاي، عمره ما قال بيها، يعني حتى الحاجات اللي كانت بتعملها لصالح مصر كانت بتعملها بوطنيه خالصه، مش باوردر ولا بانها بتهين بلدها لا كانت ايمج. لما راحت غنت في ليبيا وواحد قال كلمه مش تمام سابت الحفله ومشيت، كان في هيبه لينا والفننه والبلدنا، ما كانش فيه فكرة ان احنا نتدنى بفننا ونتدنى وننزل وقابل الخلاجة في المطار، والخلاجة اخواتنا طبعا، بس مش للدرجة، احنا مش بنشحت، يعني احنا بلد عظيمة جدا. كرامة الفنان جد وكرامة المصري في المطلق. طب. يعني بعيد عن الممثل، يعني ما انا ما احبش اشوف بلدي بالشكل ده، احنا اكبر من كده بكتير. الاعلانات بالنسبه لك شايفها مرحله كويسه في الفتره دي؟ اعلانات ايه؟ تعمل اعلانات؟ لا انا ضد هذه الفكره برضه. ليه؟ ما في نجوم كتير عملوا يعني، ولا انت شايفه ما بيوصلوا مرحله معينه بيلجأوا لهذا الطريق؟ لا يعني انا مش هعمل اعلان لمنتج هو ممكن يبقى اشهر مني، يعني فاهمه؟ يعني انت كممثل انت محتاج تشتغل على نفسك اصلا عشان تبقى انت كمان براند مهم. انما فكره الاعلانات بحس برضو انها بتاخد من 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 رصيد الممثل. محمد الانسان بيجد وقت ان يعني يقعد مع اولاده؟ طبعا طبعا. حنين وعلي. بيشوف افلام؟ اتكلمنا يعني الجانب الانساني. هو علي لسه صغير، بس حنين بتتفرج على شغلي الحمد لله. بتقعد بقى يومك ما عندكش تصوير، تقعد يعني بتلعب معاهم تخرجهم؟ جدا طبعا طبعا. الشخصيه لا لا ببقى عيل جدا معاه. والله بيحبوا حاجه معينه يعني يروحوا يمارسوا حاجه، تخليهم يمارسوا حاجه صغيره هم لسه كده ولا لا؟ لسه ما فيش حاجه باينه، بس انا بحب اقعد العب معاهم ويعني بنزل لهم لحد سنهم يعني، وانا معاهم حابب يبقوا زي ما بعيش دور الاب يعني واللي هو لا انت بتطلع كبير شويه. حابب يطلعوا زيك يا محمد يدخلوا نفس المجال ولا بعيدا لو هم؟ اتمنى انه يبقى بعيد طبعا، يعني اتمنى ان احنا نبقى يعني بنكمل بعض، انا نجحت في حاجه ابني يكملني في حاجه تانية، بنتي تبقى في حاجه ثالثه، يعني نبقى متشعبين كده مش كلنا بنضخ في حته واحده.
ايه الرساله اللي بتؤمن بيها او المبدا اللي انت بتمشي بيه في حياتك دايما، المقوله او من توكل على الله فهو حسبه وهو بالغ امره، يعني ان الواحد بس يتوكل على الله حق توكله، يعني يفهم يعني التوكل على الله ان انا ابقى عندي ثقه في الله ثم اموت نفسي في شغلي واجيب اخري في مشوار، مش فكره ان انا اعتمد على ربنا اقعد في البيت. اعتقد ان لو كل شاب في مصر اتوكل على الله حق توكله، يعني فهم يعني كلمه توكل على الله دي، ما حدش يقعد في البيت، ما حدش هتلاقيه واقف على ناصيه، ما حدش هتلاقيه مقضيها في النادي، ما حدش هتلاقيه مقضيها في الجامعه وما عندوش محاضرات، هتلاقي كله بيسعى وكله بيحدد هدفه وكله عايز ينجح. فيفهم بس يقعدوا يدرسوا في كلمه التوكل على الله، لان انت لو فهمتها هي دي المفتاح، من توكل على الله فهو حسبه وهو بالغ امره، وحاجات كتير بقى ربنا يقعد يديها لك طول ما انت عايش. كلمه بقى تقول عن الفيلم يا محمد، بتقول لجمهورك بقى يعني تنتظر يعني بقول لهم ثقه في الله هكون عند حسن ظنكم ان شاء الله.